انا مش عارف اعيش عشان اعرف احب. عمرك شفتي ميت بيقدر يحب؟ انا عايز اي حاجه تخليني اتعامل مع الناس من بعيد، مش عايز حد يعرف انا مين. في بنت مهمه هتوصل بكره الساعه 2. معقول بدك تبعتي للبنت حسن اطرش اللي بيشتغل 8 ساعات وبيسكر 8 ساعات؟ ازاي تخبى عليها انها بنت الالفي؟ وايه مشكلتك مع البنت دي؟ معرفش ليه في لحظات معينه كده كنت بشوفك فيها. ايه ده انت ما بتعرفش تيك توك ولا ايه؟ عشتيني. مش عارفه اشوف غير ان انت حبيبي. انا روحي ماتت. مش باقي مني غير اللي قدامك ده. ما تنساش نفسك، انت جاي تسوق لي وبس. انا عرفت ان البنت اتخطفت. ناديه اتخطفت عشان عايزين سلاح. بس الخوف ان بعد ما ياخدوا السلاح ما يرجعوش البنت. دي بنتي الوحيده فداها اي حاجه في الدنيا دي. هم هيموتونا كلنا هناك. انا بجد خايفه. انا مش فارق معاها حاجه. غيرك انت.